الحقيقة انه عندنا خبرين مهمين. عندنا خبر مهم انه السيد وزير المالية اعلن في اجتماع غرفة التجارة الامريكية النهاردة، السيد الرئيس استقبل ممثلي 50 شركة امريكية، وكان بيرأس الوفد، في وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين في مصر برئاسة ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية. كانوا مستضافين من غرفة التجارة الأمريكية النهاردة، قابلوا الرئيس السيسي، وكان في نقاشات مهمة على الهامش. لكن النهاردة على هامش هذا المؤتمر، السيد وزير المالية أعلن أنه سيبدأ في الروتشو أو الجولات الترويجية للسندات المصرية ربما نهاية هذا الشهر. معي على الهاتف السيد وزير المالية السيد عمرو الجرحي. مساء الخير يا سيد الوزير. أهلا يا أستاذة لميس، حضرتك أهلا بيك. يعني أهلا بيك. إذن ستبدأون الترويج للسندات المصرية نهاية هذا الشهر تقريبا. في يعني بإذن الله على النص الثاني من شهر نوفمبر، قرب نهايته. نعم. الحقيقه يعني في مجموعه عوامل بتحد الكلام ده. واحد، انه طبعا كان في الاصدار بتاع السعوديه. اثنين، احنا طبعا زي ما حضرتك عارف ان احنا يعني بنقترب من الانتهاء مع الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ثلاثه، انه في الانتخابات الامريكيه طبعا، فبيبقى في حاجات احداث معينه بتفرض علينا توقيتات معينه. فاحنا يعني متامرين ان شاء الله بدايه من ما بين الاسبوع الثالث او الرابع من شهر نوفمبر نكون عاملين نبتدي الروتشو باذن الله. قيمه الاصدار تقريبا هنصدر في حدود كام يا سياده الوزير؟ بنتكلم حوالين رقم ال 2 مليار دولار، يعني زائد او ناقص، بس في حدود الرقم ده. الفايده حسب تعتمد معطيات السوق يعني. اوكي، الفايده قد ايه يا فندم؟ بصي، انا معلش هسامحك، الارقام مش قصادي دلوقتي، لكن طبعا اللي حضرتك لازم تكوني عارفاه انه السوق لما يسمى بالاسواق الناشئه يعتبر سوق قوي وبقى له فتره قوي، نظرا لانه في كتير قوي من السندات اللي بتتداول عالميا او ثلث حجم السندات اللي بتتداول عالميا بيتداول على اسعار فايده ممكن تكون صفر وممكن تكون بالماينس. ففي حجم سيوله كبير وفي رغبه كبيره من الاقتصادات اللي هي الصاعده، او يعني اللي هي بنسميها الايمرجنج ماركت او الاسواق الناشئه، في رغبه للدخول في السندات دي. السعوديه لسه مخلصين اصدارهم ب 17.5 مليار دولار، 3 شرايح، 5 سنين و10 سنين و30 سنه، وكان حجم الديماند يقترب من 64 ل 65 مليار دولار. فيعني هل الطرح السعودي ده ايجابي بالنسبه لنا ولا سلبي؟ يعني يؤثر على الاسواق ان هو يسحب السيوله، ولا بالعكس يحفز الاسواق على طروحات الميدل ايست؟ واحنا الحقيقه في يعني في الاردن بتطرح، الكويت بتطرح، يعني في عدد من الدول طرحين في نفس الوقت. صحيح صحيح، بس لو حضرتك شوفي تغطيه السعوديه طبعا 4 مرات، لما يبقى في حجم طلب يزيد عن يعني في حدود ال 65 مليار دولار، ده يشرح لحضرتك قد ايه في طلب في السوق على الاصدارات اللي بمثل هذا الشكل. واحنا الحقيقه زي ما قلت لحضرتك انه احنا كتير قابلنا مستثمرين في الفترات اللي فاتت، وكله بيبدي رغبه وكله بيبدي استعداد في الدخول في السندات، خاصه بالتزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد اللي احنا بنهدف ان احنا ان شاء الله نخلصه في اقرب فرصه ممكنه. الاجال يا فندم قد ايه؟ يعني بيبقى برضه في نفس التركيبه 5 و10 و30، بس ممكن المبالغ تقسم على حسب الاحتياج وحسب التوقيت. هل ال 60% اللي احنا عايزين نوفرها، يعني اللي هي العقود الثنائيه او التمويلات الثنائيه، زادت عن 60% ولا لسه احنا عند نفس الرقم؟ لا لا، بتصور انها يعني لا طبعا زادت، ويعني يعني بال ال 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 يعني جزء كبير منها احنا في اطار الانتهاء منه. الحقيقه في يعني في جزء مهم من التعاملات دي بتتم بواسطه البنك المركزي، وبتصور ان احنا بنقترب من الانتهاء من مثل هذه الموضوعات يعني في وقت قريب جدا يعني. بشكرك السيد وزير الماليه السيد عمرو الجرحي. اذا مصر تصدر سندات دولاريه في حدود 2.5 مليار دولار على اجال من 5 ل 10 سنوات، متوقعين الرود شو يبقى في الاسبوع الثالث من نوفمبر، وده معناه انه ممكن يكون الطرح بعدها باسبوع تقريبا، او تقريبا بيبقى في هذا التوقيت. ده جزء ايضا من التمويل اللي مصر بتحاول تاخده. طبعا السندات دي ادوات دين يعني،
جماعه دي قروض، فبنحاول ناخد السندات دي ايضا لتضاف الى الحزمه اللي موجوده لدعم الاحتياطي علشان برنامج الاصلاح الاقتصادي. احنا بنتكلم على ديفالويشن او فلوتيشن حسب ما هيشوف محافظ البنك المركزي وحسب السياسات النقديه للبلاد. واذا مصر بتحاول انها توفر اكبر قدر من التمويل لهذا التحرك، علشان هي مش هنقدر نروح لصندوق النقد الدولي زي ما شرحنا لكم قبل كده وزي ما السيد رئيس الوزراء هيشرح في حواره. مش هنقدر نروح الا واحنا موفرين 6 مليار دولار، واحنا عاملين مجموعه من الخطوات، ويكون معانا بالذات الدولارات اللازمه لدعم الاحتياطي قبل هذه الفتره.